السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في نشرة الثامنة نستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي في نواكشوط الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا. وزراء العدل والداخلية واللامركزية والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يعقدون مؤتمرا صحفيا لإطلاع الرأي العام على تداعيات عملية القبض على عصابة مهرب المخدرات. بلادنا توقع اتفاقية تفاهم مع منصة هامبولت في أدرينا للحوكمة التي يمثلها السيد بيتر إيجن رئيس منظمة الشفافية الدولية في مجال الصيد. مرحبا بكم مشاهدينا. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط السيد ماريو ساماجا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا. وبعيد هذه المقابلة أدرى المسؤول الأممي بتصريح قال فيه إنه سعيد جدا بلقاء رئيس الجمهورية الذي استعرض معه مواضيع عديدة تخص العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة الموريتانية والدعم الذي تقدمه الهيئة الدولية لبرنامج تخطيط التنمية في المجالات الإنسانية. كما ناقشنا يضيف المسؤول الأممي المواضيع المتعلقة بالتعاون بين نظام الأمم المتحدة بشكل عام والحكومة الموريتانية، وأكد المسؤول الأممي استعداده لمواصلة الحوار المنتظم مع رئيس الجمهورية حول تعاون الأمم المتحدة وموريتانيا. عقد وزراء العدل والداخلية واللامركزية والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مساء اليوم مؤتمرا صحفيا أطلعوا فيه الرأي العام على تداعيات عملية القبض على عصابة مهرب المخدرات التي تم ضبطها مؤخرا في مياهنا الإقليمية. وأكد الوزراء أن ملف هذه العصابة أحيل للعدالة لتبت بشأنه. هو مؤتمر صحفي للكشف عن نتائج التحقيقات الاستخباراتية التي أعقبت القبض على منفذي عملية تهريب المخدرات وإدخالها إلى مياهنا الإقليمية عن طريق وذبو. أحدث المعلومات التي تطرق لها السادة الوزراء أكدت أن كمية المخدرات تقدر بطن و300 كيلوغرام، وأن لائحة المشمولين بتهمة التورط في العملية تضم 17 شخصاً. قبض الأمن على 14 منهم والثلاثة الباقون ما يزال البحث عنهم جاريا. مما يثير قلق العالم اليوم هو ما يسمى بالثلاثي المزعج، اللي هو الإرهاب والهجرة غير الشرعية والمخدرات. وقد حققت بلادنا في السنوات الأخيرة إنجازات هامة كانت محل اعتزاز وطمأنينة وطنية ومحل تقدير وإشادة دولية، وكان ذلك بفضل الله ثم بفضل القيادة الحازمة والمخططة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز واليقظة للحكومة ولقواتنا وأجهزتنا الأمنية. فقد كنا في قبل 10 أيام على موعد وإياكم مع عملية نوعية محكمة كانت نتيجتها هو إلقاء القبض على الإرهابي الفار من السجن في غينيا كوناكري. وفي مطلع هذا الأسبوع كنا أيضا على موعد مع عملية محترفة ومتقنة ومخططة كانت نتيجتها هو إلقاء القبض على عصابة دولية لتهريب المخدرات وكميات كبيرة من المخدرات. وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمد العبد الله استعرض حيثيات الموضوع انطلاقا من المعطيات التي واكب بها جهاز الأمن بداية العملية إلى إيداع الملف في العدالة.
أما وزير العدل السيد إبراهيم ولدادة فقد تحدث عن المراحل التي وصلت إليها القضية في طريقها إلى المحاكمة، مؤكدا أن المتهمين تمت إحالتهم إلى محكمة التحقيق. وكشف الوزير عما كان بحوزة المهربين من سيارات وما تم حجزه عندهم من مبالغ مالية. المؤتمر أشفع بأسئلة قدمها الصحفيون، رد عليها السادة الوزراء تحدثت عن جميع حيثيات العملية. هذا ونلفت عناية مشاهدين الكرام أنه بإمكانهم متابعة هذا المؤتمر الصحفي مباشرة بعد هذه النشرة بحول الله. أدى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزيرة التنمية والتعاون الدولي بالسويد زيارة تفقد للحاضرة الوطنية لحوض أرجين، مكنت الوفد الزائر من اكتشاف المقدرات السياحية والبيئية في منطقة قرى إمراجن. جولة وزير الاقتصاد والتنمية رفقة وزيرة التعاون الدولي والتنمية السويدية بدأت بزيارة لمبنى مركز الزيارات التابع لحاضرة حوض أرجين بمدينة الشامي، حيث اطلع الوفد على لوحات ومعارض تعرف بمنطقة أرجين وبدور الحضارة الوطنية في التسيير التشاركي للمنطقة والمحافظة على التنوع والثراء البيولوجي. ومن قرية إيويك الشاطئية انطلق الوفد عبر رحلة بحرية إلى جزيرة نيري، والتي هي من بين 13 جزيرة تأتي إليها أنواع الطيور من أنحاء القارة الأوروبية قاصدة البيئة المناسبة للتكاثر والغذاء في مثل هذا الوقت من كل سنة. وفي قرية أركيس وقف الوفد الوزاري على هضاب أركيس التي تعانق شواطئ المحيط الأطلسي في مشهد سياحي بديع، وقدمت الوفد شروح من طرف ساكنة هذه القرية عن نشاطهم الاقتصادي والسياحي من خلال تسيير مجمعات سياحية تشرف عليها تعاونيات نسوية. الوزيرة السويدية أدلت للتلفزة الموريتانية بتصريح ذمنت فيه المقدرات السياحية لمنطقة حوض أرجين. أنا جد مسرورة بهذه الزيارة، يحق لموريتانيا أن تفتخر بامتلاكها ثروة سياحية مصنفة عالميا ضمن التراث الإنساني. هنا شاهدنا الدلافين وهي تستقبلنا بفرح، وشاهدنا الطيور الفريدة. نهنئ موريتانيا على احتضان هذه المحمية الرائعة وعلى دورهم في الحفاظ على هذه المقدرات البيئية والسياحية الكبيرة. مقدرات سياحية وبيئية جاذبة للزوار من كل أصقاع العالم، تحتضنها منطقة حوض إمراجن، تدعمها أجواء الأمن وكرم الضيافة في قرى إمراجن. ودائما في الشأن الاقتصادي، وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ليلة البارحة في نواكشوط اتفاقية تفاهم مع منصة هامبورت في أدرينا الحوكمة التي يمثلها السيد بيتر إيغان رئيس منظمة الشفافية الدولية في مجال الصيد. يأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد ترأس بلادنا للمؤتمر الدولي الأول حول مبادرة الشفافية في قطاع الصيد. توقيع مذكرة تفاهم مع منصة هامبولدت في أدرينا للحكامة كان مناسبة لوزيرنا للشؤون الاقتصادية والتنمية الذي وقع عن بلادنا إلى جانب رئيس منظمة الشفافية الدولية ليذكر بتوقيت إطلاق مبادرة الشفافية في مجال الصيد والأهداف المتوخاة من وراء ذلك. إن توقيع هذه الاتفاقية جاء بعد إطلاق رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز لمبادرة الشفافية في مجال الصيد خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الشفافية والتنمية المستدامة في إفريقيا بهدف تحسين الحكامة، خاصة فيما يتعلق باستخدام الموارد الطبيعية. ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر باسم الحكومة الموريتانية منظمة الشفافية الدولية على التزامها ودعمها لمبادرة الشفافية في مجال الصيد، وأشير إلى أن توقيع هذا الاتفاق جاء بعد يوم واحد من اختتام المؤتمر الدولي للشفافية في مجال الصيد الذي احتضنته العاصمة نواكشوط. البروفيسور بيتر إيغن رئيس منظمة الشفافية الدولية ممثل منصة هامبولدت في أدرينا للحكامة عبر عن شكره وامتنانه للحكومة الموريتانية على ما لقيه من حفاوة وكرم ضيافة طيلة مقامه، وقال إن أمله كبير في نتائج هذا الاتفاق. أشرف وزير التجهيز والنقل رئيس الدوري لمجلس وزراء سكنة على حفل تسليم المهام للممثل الجديد لوكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر أسكنة في بلادنا. وأكد الممثل الجديد لأسكنة في بلادنا أنه سيعمل على تسديد تعليمات وتوصيات وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر بخصوص الأمن والسلامة في النقل الجوي.
تبادل المهام وتنصيب ممثل جديد لوكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر سكنا في بلادنا من أهم ما ميز هذا الحفل الذي نظمته ممثلة الوكالة في موريتانيا. مديرة التشغيل ممثلة المدير العام لوكالة أمن الملاحة الجوية السيدة فلاري أوبان أعلنت باسم المدير العام للوكالة عن تسليم المهام للمدير الجديد، وثمنت بالمناسبة ما قامت به موريتانيا من جهود في سبيل رفع التحديات وتعزيز أمن الملاحة الجوية. المدير الجديد لممثلية أسكنا في بلادنا السيد محفوظ السدلمين ثمن ما قام به حتى الآن في مجال أمن الملاحة الجوية، ووعد بالعمل على متابعة الجهود من أجل ترقية النقل الجوي والحفاظ على سلامته. وكان المدير المنتهج ولايته السيد حمود الخضيم قد تحدث بالمناسبة عن السنوات التي قضاها ممثلا للوكالة، وأتمنى السيد حمود المدير الجديد التوفيق والعمل على كل ما من شأنه أمن وسلامة الملاحة الجوية في المنطقة. في إطار الزيارة التي يؤديها لبلادنا، طلع وزير الصيد وزراعة الأسماك والاقتصاد البحري الغيني السيد أندري لوغا صباح اليوم على بعض مرافق قطاع الصيد في بلادنا. شملت هذه الجولة التفقدية المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك وممثلية خفر السواحل الوطنية في العاصمة. بدأ وزير الصيد والاقتصاد البحري وزراعة الأسماك الغيني زيارته لبعض مرافق قطاع الصيد في بلادنا بالمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك. بهذه المنشأة تابع الوزير الغيني عرضا قدمه مدير المكتب الدكتور با أبو سيدي، استعرض خلاله نشأة ومهام المكتب والتي من بينها تطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بجودة وصحة وسلامة منتجات ومنشآت الصيد ومناطقه، تقديم الآراء الفنية والعلمية للسلطات المختصة، والمساهمة في إنشاء علامة الجودة الموريتانية في المجال التجاري والصحي. بعد ذلك نفذ الوزير الغيني زيارة للمخابر التابعة للمكتب والأقسام المشكلة لها كقسم الكيمياء والأحياء الدقيقة ومراقبة الوسط المائي، وكذا المعدات المستخدمة في مختبرات الكيمياء ومختبرات الميكروبيولوجيا والمختبر الحسي. المحطة الثانية من زيارة وزير الصيد وزراعة الأسماك والاقتصاد البحري الغيني كانت ممثلية خبر السواحل الموريتانية بالعاصمة. وبهذه المنشأة تابع الوزير الغيني عرضا قدمه قائد خبر السواحل الوطنية الرائد البحري المصطفى والمعلوم. تناول العرض الموثق بالصور والبيانات التوضيحية عرضا عن نشأة ومأمورية خبر السواحل الوطنية، والتي من أبرزها حفظ وحماية المياه الإقليمية الوطنية من التهريب والهجرة غير الشرعية والممنوعات والإجرام والإرهاب. شهدت العاصمة ظهر اليوم حفل انطلاق أعمال الخلية الحضرية لمكافحة البعوض والحشرات التي ستعمل خلال الأيام القادمة على الحد من انتشار الحشرات بنواكشوط وفق المعايير الصحية المعتمدة وطنيا ودوليا. وستتم مواكبة هذه العملية بحملة تحسيسية تتيح للمواطن التعرف على أفضل السبل للقضاء على الحشرات ودعم هذه الحملة. تواصل الحضارية أنشطتها على عموم العاصمة بانطلاق أنشطة جديدة تنضاف لخدماتها عبر إطلاق خلية خاصة بمكافحة البعوض والحشرات. وبنظر القيمين على هذا المشروع، تعد الخلية جهدا استباقيا للقضاء على الحشرات قبيل موسم الأمطار، ولأجل ذلك جندت المجموعة الحضارية لهذه المهمة سيارات مجهزة وفرق خاصة مدعمة بأجهزة لتحديد أماكن التدخل. قامت مجموعة نواكشوط الحضارية خلال الصيف الماضي بالعديد من حملات مكافحة الناموس بالمدينة، ووضعت منذ ذلك الوقت ضمن أولوياتها تشكيل خلية دائمة لمكافحة البعوض بنواكشوط. وستمكن هذه الخلية بعون الله من وضع حد لانتشار البعوض الذي يتسبب في نقل الأمراض، ولن يتأتى ذلك مطلقا إلا بمشاركة فعالة من جميع المواطنين. وهنا أدعو جميع الأسر للعمل على رش المبيدات داخل البيوت ومعالجة حفر الصرف الصحي المنزلية ألا تكون ملاذا آمنا للبعوض عند طرده من الشوارع والأماكن العامة. وأشير في هذا الصدد إلى أن سحابة الدخان التي تطلقها آلات الرش
والتي تنتشر بشكل سريع وعلى امتداد كبير نسبيا لا تسبب أي ضرر على صحة البشر أو البيئة. ومن أجل أداء مهمتها على أكمل وجه، قامت الخلية بتقسيم نشاطها لمهام شهرية تستمر على مدى 10 أيام من الساعة 11 إلى 1 صباحا في مرحلتها الأولى، وستواكب بتدخلات فصلية وبصورة متزامنة في جميع البلديات. وقد بيّنت منسقة المشروع في مداخلتها في الحفل السيدة مريم متلفضل أن الخلية تراعي في مهامها المعايير الصحية، كما تقوم بحملة لتحسيس المواطنين حول أهدافها وتشرح لهم كيفية المشاركة في أعمالها، وتتم بتنسيق تام بين قطاعات حكومية عدة عبر لجنة فنية مشتركة. وفي ختام الحفل تم تقديم شروح وافية لطبيعة عمل الخلية للوفد الوزاري ورئيسة المجموعة الحضرية، كما تم عرض تجهيزات الخلية والآليات الكفيلة بأداء مهمتها لوقاية المواطنين من خطر الحشرات والحفاظ على صحة السكان بالعاصمة. دوليا، استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولة إلقاء زجاجة حارقة على قوات الاحتلال، فيما شنت قوات الاحتلال اليوم مداهمات في الضفة الغربية اعتقلت خلالها 8 مواطنين فلسطينيين. وذكرت مصادر فلسطينية أن شبان فلسطينيين استهدفوا حافلة لمستوطنين إسرائيليين بالقنابل الحارقة في رأس العمود بالقدس المحتلة. في السياق ذاته اندلعت مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مختلف الأراضي الفلسطينية، حيث أصيب عشرات المواطنين بالرصاص الحي وحالات اختناق شديدة. ونصل الآن مشاهدينا الكرام إلى جديد الاقتصاد رفقة الزميلة عزيزة سيد أحمد بعد هذا الفاصل. شكرا للزميلة مناتة، أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. يزداد الاهتمام يوما بعد يوم بمنطقة إمراغ كمركز جذب سياحي نظرا لتنوعها البيولوجي، تنوع جعلها من أغنى مناطق العالم بالطيور والكائنات البحرية، وهي بيئة تشكلت على ضفافها حياة تستمد عطاءها من البحر وفي البحر. محمد الفتن مفد موريتانيا إلى قرى إمراغ عاد بالتقرير التالي للنشرة الاقتصادية. في هذه البقعة الجغرافية يأسرك المشهد بما يحويه من مشاهد توفرها أروع المحميات الطبيعية وأندرها في العالم. أنت على طول طريق قرى إمراغ تطالعك محلات بيع السمك المجفف وزيوته ضمن أنشطة اقتصادية لسكان المنطقة، منها الغذاء والدواء. هاي الحوتين قال لها زو ويا صحيحة يتداوي الناس، اسمع ويا يجي الناس من كل بلد وصحيحة حتى وصحيحة هنا. تشرف على تسيير هذه المحمية مؤسسة الحاضرات الوطنية لحوض أرجين بشكل تشاركي مع التجمعات القروية، مما مكنها أن تكون قطبا اقتصاديا تنمويا. التقييم الجزئي الذي عمل للثروة الاقتصادية يبلغ أكثر من 25 مليون أورو. بالنسبة للإنتاج البحري فهي تمثل 23 من جميع الإنتاج البحري للمنطقة الخالصة الموريتانية، وتعتبر ذات أهمية اقتصادية من ناحية أخرى نتيجة لما يتكاثر فيها من حيوانات. فالدراسات الحديثة أثبتت أن هناك 400 مليون يرقة من القشريات تتكاثر في الحظيرة الوطنية لحوض أرجين. وتمتد محمية أرجين على الساحل الموريتاني بمسافة 200 كيلومتر من الجنوب إلى الشمال، تتميز بموقعها على شريط تقاطع الصحراء والمحيط الأطلسي، فهي موطن لأكبر تجمع عالمي للطيور، وتعتبر وسطا بيئيا ملائما لتكاثر الأسماك، الأمر الذي يسهم إسهاما فعالا وملموسا في دفع عجلة الاقتصاد الموريتاني. محمد فتن للنشرة الاقتصادية إمراغن. والآن نتابع أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل اللوقية.
تعرض بلدان عديدة في القارة الإفريقية لموجة جفاف قضت على معظم المراعي وتسببت في بروز مخاوف من انتشار المجاعة في البلدان الواقعة شرق وجنوب القارة الإفريقية. في زيمبابوي أدت موجة جفاف إلى نقص كبير في محاصيل الذرة التي تعد من أهم المنتجات الزراعية في هذا البلد، كما أن لتراجع كميات الأمطار في الموسمين الأخيرين أثر بالغ في نفوق المواشي خاصة في دول القرن الإفريقي التي نضبت عنها تجمعات المياه وتأثرت البحيرات والأنهار التي يعتمد عليها في الزراعة، وتفاقمت ظاهرة النقص في الأمطار بحسب الخبراء نتيجة ظاهرة النينو التي تعاني منها مناطق عديدة في العالم. خلال العقود الأخيرة تحولت إندونيسيا من بلد اقتصاد ريعي إلى دولة اقتصادية تنافس العشرين الكبار الأغنى في العالم، وذلك بعد إعادة هيكلة اقتصادها واعتمادها على الصناعات المحلية واستقبالها للاستثمارات الأجنبية، إذا أن إندونيسيا تحاول تجنب الآثار السلبية الناجمة عن هبوط أسعار النفط من خلال وضع خطة لتقوية عملتها الروبل وتطوير قطاعات السياحة والخدمات. قبل عقود قليلة لم تكن جاكرتا ساحرة بهذه المواصفات، فنادق ومصارف عالمية ومصانع تكسب الاقتصاد حيوية ليست حيوية الاقتصاد الريعي الذي كان سائدا. إندونيسيا التي تجاوز عدد سكانها 250 مليون نسمة يتركزون في جزر صغيرة أكبرها جزيرة جاوا، دخلت نادي الاقتصاديات الكبرى من حيث حجم الاقتصاد بناتج محلي إجمالي بلغ 878 مليار دولار أمريكي، كما كانت الدولة الثالثة الأسرع نموا في حديقة النمور الآسيوية. هذا الاقتصاد الناشئ يحاول التكيف مع معطيات جديدة تتعلق بالهبوط الحاد لأسعار النفط، وتحاول أندونيسيا أن تمتص تلك الصدمة من خلال إعادة هيكلة اقتصادها عبر عدد من الإجراءات، أهمها إصلاح المنظومة المصرفية بفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، واستقلال المصرف المركزي، وتبني خطة اقتصادية تركز على انتعاش السوق المحلي وضمان نظم مصرفية وتشجيع الاستثمارات الخارجية وتجنب الاقتراض الخارجي إلا في حالات محدودة. وفيما يلي مشاهدينا نتابع أسعار الأسهم وأهم المؤشرات في الأسواق المالية العالمية. نهاية هذه النشرة الاقتصادية، عودة إلى الزميلة مناتا وباقي الأخبار. شكرا للزميلة عزيزة. وفي باقي أنبائنا الدولية، أدت المعارك الدائرة في سوريا بين النظام والمعارضة والقصف الروسي المتواصل إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان باتجاه مناطق عزار الحدودية مع تركيا، ودفعت هذه المعارك نحو 40,000 شخص إلى النزوح من ريف حلب الشمالي باتجاه الحدود التركية السورية، وينتظر نحو 20,000 من النازحين أمام البوابة الحدودية في كلس على الحدود السورية التركية، بينما لا يزال نحو 30,000 آخرين عند نقطة إكدا قرب معبر باب السلامة لدخول الأراضي التركية. بعد 9 أشهر من الزلزال الذي ضرب النيبال، لا يزال الآلاف من الناجين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة بسبب تدني درجات الحرارة التي هبطت إلى ما دون الصفر، ويعيشون في ملاجئ مؤقتة واهية في انتظار مساعدة الحكومة لإعادة بناء منازلهم. وقد أودى هذا الزلزال بحياة 9,000 شخص ودمر أكثر من 500,000 وحدة سكنية، وفي انتظار الوعود الدولية بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال والتي قد تستغرق سنوات، لا يزال عشرات الآلاف بلا مأوى ويواجهون العديد من المآسي خاصة في فصل الشتاء البارد. ونبقى الآن مشاهدينا الكرام مع الزميل عبد الأحمين سالم وجديد عالم الرياضة بعد هذا الفاصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا زميلتي مناتا محمد حيدرة وتحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم معنا في جديد أخبار الرياضة لهذا المساء. خسر المنتخب الوطني المرابطون بعناصره المحلية مساء اليوم أمام نظيره السنغالي بنتيجة هدفين دون رد ضمن اللقاء الودي الذي جرى بملعب كارونو فاي بسالي خلال ختام المعسكر التدريبي الذي أقامه المنتخب الوطني بمدينة أمبور السنغالية منذ أيام في إطار استعداداته لمواجهة المنتخب الغامبي ذهابا وإيابا شهر مارس القادم بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها الغابون العام المقبل. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، غير أن الشوط الثاني شهد تراجع المنتخب الوطني وزملاء الكابتن بقايوقو موسى خاصة بعد لعبه بعشرة عناصر على إثر طرد مدافع نادي إفس نواديبو أبو سي في الدقيقة 66 من عمر المباراة ليتمكن أصحاب الأرض والجمهور بعد ذلك من فتح باب التسجيل، وبالتحديد بعد 3 دقائق فقط من خروج المدافع أبو سي. وفي الدقيقة 72 عاد أسود تارينغا إلى زيارة الشباك الموريتانية من خلال الهدف الثاني الذي حمل توقيع اللاعب دام جي، فقد أديرت المباراة من طرف طاقم التحكيمين السنغالي بقيادة الحكم الدولي ماغات أنداي. وكانت المباراة قد عرفت غياب مهاجم المنتخب ونادي الكسار بوبكر ولسان من ملقب بايغلي بعد أن أعلن الطاقم الطبي صباح اليوم عن عدم إمكانية مشاركته مع المنتخب في ودية ملعب كارولين فاي، ذلك بسبب معاودة بعض الألام إليه على مستوى رباط الكاحل. وكان اسمه اللاعب بايغلي والسالم قد أدرج ضمن القائمة الأولية التي أعلن عنها في وقت متأخر من مساء أمس قبل أن يتأكد غيابه من طرف الطاقم الطبي صباح اليوم. وكان ذات اللاعب قد غاب عن المباراة الودية التي خاضها المنتخب أمام نادي إف سي جامبار فيما أجرى العديد من التدريبات طيلة أيام المعسكر التدريبي، ولكن بشكل مفرد في مسعى من الطاقم الفني لتحضير اللاعب للمباريات الرسمية القادمة أمام منتخب غامبيا شهر مارس المقبل. وشهدت التشكيلة اليوم مشاركة الحارس محمد صلاح الدين كاسياس حارس نادي ثوراق زينة الذي غاب عن المباراة الودية الأولى بسبب تعرضه للإصابة أثناء التدريبات. تنطلق غدا ببعض الملاعب الوطنية منافسات الدور الثاني من الكأس الوطنية لكرة القدم للموسم الرياضي 2015-2016، حيث سيواجه ممثل ولاية داغلة نواديبو فريق الساحل فريق الجيش، بما سيكون ممثل فريق ولاية نشيري فريق الحدائق بمواجهة فريق الكديا من الزويرات على ملعب الأخير بعاصمة ولاية الزمور الزويرات. وكان فريق الحدائق تمكن من التأهل إلى هذا الدور بعد استفادته من التظلم الذي تقدم به إلى العصبة الوطنية لكرة القدم بعد أن أشرك فريق صلاح الدين المتأهل السابق لاعبا موقوفا، وتم إعفاء بقية الفرق الأخرى من المشاركة في هذا الدور لتتأهل مباشرة إلى الدور الثالث بانتظار معرفة الفريقين المتأهلين عن الدور الثاني. من كرة القدم إلى كرة السلة، حيث تجري الاتحادية الموريتانية لكرة السلة غدا بمقرها الواقع بالمعهد العالي للشباب والرياضة بالعاصمة نواكشوط عملية انتخاب رئيس وأعضاء العصبة الجهوية لكرة السلة على مستوى منطقة نواكشوط. وتعد هذه العصبة هي أهم الهيئات الإدارية للاتحادية الموريتانية لكرة السلة نظرا لكونها تتعهد بتنظيم المسابقات والبطولات الجهوية لهذه اللعبة الأولمبية على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث، كما يعهد إليها تكوين ورعاية المراكز الرياضية لكرة السلة فضلا عن مهام تطوير اللعبة على مستوى الجهوي عبر التكوين والتدريب والتنظيم ورعاية البطولات. وتشرف الرابطة المذكورة على تنظيم بطولتين جهويتين سنويا للسيدات والرجال عن فئتي الأكابر والأشبال والمؤسسات التعليمية. نهاية أخبارنا الرياضية لهذا المساء، أشكركم على طيب المتابعة، وبعد الفاصل العودة إلى الزميلة مناتا محمد حيدرة. شكرا لك عبدو، وبذلك نصل مشاهدين الكرام إلى نهاية نشرة الثامنة، عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي في نواكشوط الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا.
وزراء العدل والداخلية واللامركزية والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يعقدون مؤتمرا صحفيا لإطلاع الرأي العام على تداعيات عملية القبض على عصابة مهرج المخدرات. بلادنا توقع اتفاقية تفاهم مع منصة هامبورغ في أدرينا للحوكمة التي يمثلها السيد بيتر إيغان رئيس منظمة الشفافية الدولية في مجال الصيد. دمتم في أمان الله مشاهدينا، وإلى اللقاء.